وانت شو صار معه؟ الممثلين كلهم صاروا هون، عقودهم جاهزة بس ضل نوقع. جوا قاعدين بالبيت يعني؟ جوا جوا تفضل. يا أهلا بالفن يا مرحبا بالدراما. أهلا أهلا بفنانينا، أهلا بنجومنا الكبار. أهلين أستاذ. مثل ما بتعرفوا الدراما عنا عم تتعرض لهجمة إمبريالية شرسة ولمؤامرة كونية، بس نحنا رغم الضغوط ورغم كل هالحصار رح نضل عم ننتج وما رح نوقف، بس ما رح ندفع مصاري. شبكن شبكن، ليش عم تتوشوشوا؟ حكوا بصوت عالي، عبروا عبروا، نحنا مع التعبير. حكي يا فادي. لا لا على القاعد احكي، معلش طويل كتير لأنك. تسلم. أنا بدي أحكي باسم الزملاء مجتمعين، يعني الحقيقة نحن ما عنا أي مصدر دخل تاني، فالمصاري بالنسبة لنا حاجة أكثر من ضرورية. نحن يعني ما في مشكلة إذا ما في دخل، إذا كانت القضية يعني الفنية. لك أحداخي أنا ما سمحت لك تحكي، بس ما مشكلة، وصلت الفكرة، وصلها فادي. نحن صحيح ما رح ندفع مصاري يا شباب، بس بالمقابل رح نقدم خدمات. يعني اللي عنده مشكلة مازوت منحل له هالمشكلة المازوت لسنة كاملة، منخلي خزاناته تطفطف طفطفة. اللي عنده مشكلة غاز منأمن له غاز لسنة لحتى يقول حاج ما عاد بدي. اللي عنده مشكلة احتياط منشطب له الاحتياط. اللي بده إذن سفر منطلع له إذن السفر. اللي محتاج لأي خدمة بأي مؤسسة من مؤسسات الحكومة عنا. واللي بده مصاري تكرم عينه منعطيه أجره وفوقه حبة مسك من هالعين قبل هالعين. هاتوا لشوف مين بده مصاري. مراد وزع لي هالعقود على نجومنا وخلونا نمضي على بركة الله. يا سلام يا سلام على هالأحداث الحلوة وعلى هالحبكة الغير شكل. ها قلي لشوف قديش كلفها. والله ما كلفنا شي، ربحنا 50% من سبونسرات بس، ولسه ما بعنا ولا محطة. شفت لك شفت لك معن. يلا بدي اياك تهزي لي كتافك على المسلسل اللي بعده. مثل ما قلت لك بابا، الشغله ما بدها شيء، ما بدها غير نشغل مخنا بس. الشغله بدها بس شويه خبره.